ازيكم شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع ايتين جيم. النهاردة هنلعب لعبة فورتنايت، ومعانا مين؟ بريبلي الموجة. ما تنفلجة. وانا طبعا ده اللي هو المتسلل. جبت شخصيات، انا لحد دلوقتي فتحت 3 شخصيات جديدة، اللي هو ده ودي. بس دي اجمل شخصيه لحد دلوقتي. فتحت الباراشوت بتاعه من وسط الاكس، واكون كده خلصت الشخصيه. بس عامل له اكس مؤقت اللي هو ده. يلا بينا. يطلع مركز الاخير، يعني هيطلع كده الاخير يا 16، مفيش غير دي. لا بصراحة يعني أنا حاسس إنها الأول، متفائل إنها الأول، عشان بصراحة بقيت بعجن بالباتل باص. لا مش بعجن الباتل باص، بعجن الباتل باص. لا موتي هاتو. لا ما بعجنوش. شوف يحيى ناقص له 100 بي بوكس زيادة واشتريه برضه. 50 50 ده هو مجنون. يبقى معايا 1000 مستنيين. دي حاجات يحيى تبريا. يا ما هتلاقي ده في وشك وانت نايم. حط لايك بسرعة، ده انا خايف منه. مقشور. الله ايه رايكم انت بدي. يا بس انت خدت سيلفي؟ خدت سيلفي، خدت سيلفي وحطيتها. ايه رايكم بالسيلفي؟ وقفت هنا وعملت الحركه دي وخدت سيلفي. كانت الطيارات دي بتدور عليا، بس انا استخبيت هنا وقلت خليها اخد السيلفي عشان هزاز الفروه اللي عندي على الانستجرام. دلوقتي انا عارف ده انت ضربته في الموقف.
ايوه
يا جد يا تعال عك لا لا
انا امتحن. ليه انا ممكن لا ثانية
كارت حلو. انت ما تقدرين خمس كل كل يلا باي باي.